نانع الدم نبهل نقدم هيا بلو نكر عدم ناب إري بي إم ناتنا كابانا بانا نابانا إري بي إم بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من RPM الفضائية المستقلة، أنا أحمد شريف وبرفقة الزملاء في قسم التجرينيا واللغات الأخرى التي تأتيكم من هذه القناة الحرة المستقلة. أقدم لكم هذا البرنامج الخاص، وهو برنامج تأبيني لمعالي الوزير البطل الذي رحل قبل أيام من هذه الدنيا، معالي الوزير برهاني أبرهي كداني. أعزي أسرته الكبيرة والصغيرة، وأعزي الوطن قبل هذا وذاك، حيث قضى نحبه في زمرة في سجن وزنزانات الطاغية الحاكم بأمره في أسمرة وزبانيته. وفي مثل هذا فقد كبير ورحيل مشرف في نفس الوقت، تطل برأسها القصائد العظام والتأبينات الجسام يعني. ودعوني قبل أن أتحدث عن معالي الوزير أقرأ عليكم ما كتبته في الميمية التي كانت قبل سنوات، وهي كانت رثاء للوطن العزيز وللشعب. قرأت عليه كل الفواتح والخواتم عندما استشهد بذات الآلة في سجن الطاغية الشيخ المجاهد الشهيد الحاج موسى محمد نور. فكتبت الميمية، ودعوني أقرأ منها شيئا، لأن في مثل هكذا فقد جلل تطل القصائد الجياد يعني. فأقول: سدد سهامك وامضي أيها العلم، واشفق على زمن أضناهما وصموا، وانشد رياح البلا في أمة رضيت عيش الهوان وفي أعناقها ذمم. قوم يلوك أساهم كلما نزلت بلوى على قبرهم أتتهم حمم، رهط إذا هتك الضليل عرضهم لاذوا بصمتهم يا ويحهم بكم، جمع إذا اغتصب الفرعون غادتهم باسوا يديه وفي طاعاته هرموا. إذا تنادى همام أن هلم إلى سوح الحياض تعجب كيف ردهم، فمن يقول ترانا قد ألم بنا حكم الزمان وأزكى عندنا الألم، ومن يرى غير هذه في بلهنية لا ذل ينكأه لا الموت لا الصمم. وإن دعاهم صفيق نحو مأدبة ساد التهكم فيها والبغضاء والسخم، صالوا وجالوا نشاما في عروضهم هتكا وفتكا وأمنا مع عدوهم، لا يسأمون حديثا في مهانتهم كأنهم قد نسوا أن الهوان هم. بكوا على وطن باعوا كرامته، تصارعا في سناه العي والرمم، إلى آخر الوجع في الميمية التي كتبت رثاء على الوطن وعلى الشهيد البطل الحاج موسى محمد نور. ميمية 120 بيت. في مثل هكذا فقد جلل معالي الوزير الأكاديمي المثقف
السياسي المفكر، كان قمين بنا أن نقرأ أبياتا من تلك القصيدة القوية التي تؤبن الشعب والوطن في آن واحد. معالي الوزير برهاني أبرهة كداني، أنا أسميه الوزير البطل، ويأتي ضمن 3 شخصيات قالوا للفرعون لا، دون الاحتماء بشيء من سفارات أو دول أو منظمات وما إلى ذلك. يأتي في مقدمتهم البطل المغيب بتودد أبرهة. بتودد أبرهة بعد 91 هو الذي قال لفرعون لا، سواء كان في السياسة الاقتصادية أو رفضا لسياسة السجن والإبعاد، ولم يحتمي إلا برأيه، ولم يحتمي إلا بفكره وقناعته. الحاج موسى محمد نور الشهيد أيضا هو لم يحتمي بشيء غير إيمانه بالله وإيمانه بالحقوق الوطنية، قال للفرعون لا، للفرعون لا، دون الاحتماء بشيء ده غير الإيمان بقناعته. معالي الوزير برهان أبرهة كداني أيضا قال لا، دون الاحتماء إلا بفكره ومبدئه الوطني وإيمانه بكرامة الإنسان. ما عدا ذلك كثيرون، جي 15 مجموعة وآخرون، كانوا يحتمون إما بسفارة أو منظمات أو دول وشيء من ذلك. إلا هؤلاء الثلاث، أنا في ظني في تقديري ومتابعتي، هؤلاء الثلاث هم الذين قالوا لفرعون لا في وضح النهار. اختلاف هذا الفقد الكبير معالي الوزير يختلف عن الحاج موسى محمد نور أنه من صلب هذا الكيان، من جسد هذا التنظيم، ومن جسد المنظومة التي تخلقت ولا زالت تحكم، وإن كان تصرم عهدها وانكمشت إلى مجموعات وفئة. أحيانا كثيرون يقولون هذه الفئة لا تمثل إلا نشازا وسرقت كل التاريخ. يشترك معالي الوزير برهاني أبرهة مع المناضل بتودد أبرهة كذلك بأنه من تلك المنظومة، حيث الحاج الشهيد موسى محمد نور لم يكن من أولئك النفر الذين قادوا سفينة الثورة في الجبهة الشعبية. لكن هنا الوزير اختلف عن بتودد أبرهة أنه وزير كان في مكتب السياسة الاقتصادية للفرعون الحاكم بأمره، وتولى وزارة المالية ردحا من الزمن. وأما ذلك كان فكان مسؤولا في ميناء عصب وما إلى ذلك. يتميز بتودد أبرهة كذلك أنه دخل السجن مرتين، أطلق سراحه، وفي مشهد من أهله حيث جاء بعد وفاة والدته فتحدث أمام الناس في وضح النهار لا تخشون شيئا، خافوا الله والقانون فقط ولا تخافوا أحدا في هذه، وأنتم خلقتم كرماء وما إلى ذلك. ولذلك يعني نحن نترحم على الشهيدين حتى اليوم، حاج موسى محمد نور ومعالي الوزير برهاني أبرهة، ونتمنى إذا كان على قيد الحياة بتودد أبرهة نتمنى أن يطلق سراحه، وإذا كان رحل برضه نقول له فلترقد روحك بسلام. أولا ينبغي يعني أنا أستغرب إنه الناس حتى اسمه هو راحل ما ينطقوه، كنت يقول برهاني أبرهة، هو برهاني أبرهة. أول حاجة لابد يعني أقل حق نحفظه للراحلين أسماءهم كما دعوا بها. وهو بيقول يعني في الفيديو القوي الذي صنع منه بطلا، بيقول أنا الوزير برهاني أبرهة كداني كذا كذا كذا. فأنا متابع كتار يقول برهاني أبرهة، بل مع الأسف الشديد في من كتب ذلك ومنظمات يعني وأحزاب كذلك يعني. فأنا أول باسم المشاهد الكريم
أتقدم بأحر التعازي لأسرته الصغيرة، وفي مقدمتهم ابن إفريم برهاني الذي يظهر مع والده في الصورة، وأترحم على أبنائه الأربعة، وأترحم على هذا الوطن الذي يفقد يوميا نخيرة أبنائه. في نفس الوقت برضو يعني أقدم بأمانة يعني إنه اعتذارنا الشديد وتقصيرنا أمام أولئك الذين، كما قال ابن إفريم، أولئك أنا أخجل، قال في كلمة من كلماته عندما كان والده الذي اعتقل 2018 2019 كانوا عاملين أمسية كده يتحدث فيها عن والده، فقال أنا خجلا يعني إنه وعلينا كلنا أن نخجل، قال إنه هؤلاء الناس ضحوا من أجلنا وما قادرين نعمل لهم، وقال يقول إنه سيحررنا هذا الشعب الذي من أجله ندفع هذا الثمن، من أجل حريته، ليس من أجل استقلاله، من أجل حريته وكرامته. فكونه الجي 15 الناس ما قدرت تعمل لهم حاجة، بتودد أبرهة وآخرون، وآلاف السجون يعني تكتظ بأولئك الأبرياء الذين يعني ظلما وجورا أبعدهم الطاغية، ولذلك خجلا نحن نعتذر كذلك، وكلنا يعني أسف إنه ما قدرنا نعمل شيئا يعني، في الداخل وفي الخارج. ودوما أنا أردد فأقول إنه والله يعني إنه نحن لما نتحدث عن النظام عارفينه كويس يعني، والله لم أجد ولا مبرر واحد، مبرر واحد يخلي يترك هذا الطاغية إنه يشمر ويكشر عن أنيابه ويلتهم الأخضر واليابس ويعتقل ويعدم ويغيب ويشرد وكذلك يهين، ولا مبرر واحد. والله كل الطواغي قد يكون لهم، أنا لا أقول إنه أي زول يعني خاف كده عمل ناس حاربوه، أو يعني أول هذا الإنسان أيا كان يعني هو مخلوق حر وكريم يعني، فبأي حق أنت تهين أي إنسان، سواء كنت حاكم ولا إمام ولا زعيم حزب ولا قائد أيا كان، أصلا الإنسان ده حر كريم. يا أخي ما في أكبر من الدين يعني، والدين أنت حر تؤمن وتكفر كما شئت يعني، يا أخي رب العزة قال اعملوا ما شئتم، الواحد كل واحد يتحمل مسؤوليته، ومن شاف اليوم ومن شاف ليكفر. فبأي حق أيها الطغاة والفراعنة يعني بأي حق تهين كرامة الإنسان؟ فإذا كانت هنالك مبررات لكل كل الطواغيت يعني، والديكتاتوريين والشوفينيين والساديين وما وراء ذلك، والله من خلال معرفتنا بهذا الطاغية ولا مبرر واحد يمكن أن يقدمه للتاريخ يقول أنا خفت من هذا وخفت من هذه المجموعة خوفا على حكمه مثلا، ما في أي مبرر. وكل من يصوغ ويعطي مبررات من أجل السيادة ومن أجل الأمن ومن أجل استقرار البلد، يعني صفاقة في السياسة يعني، وفي عته وبله سياسي في هذا المجتمع، هنالك من يبرر للطاغية وهو في قرار نفسه مقتنع أنه ولا مبرر واحد، ولكن يقول من أجل السيادة ومن أجل الإناء فليعمل الفرعون ما شاء. والله يؤسفني أنه يحملون مجموعة تحمل شهادات علمية وخريجين وما إلى ذلك، ويقول لك على الطاغية وعلى الفرعون أن يعمل ما شاء من أجل السيادة، من أجل الحماية، من أجل التنمية، من أجل الإناء، وكأنهم يعني أسوأ من ذلك الفرعون. لكل من هو واعي وفاهم للسياسة ومدرك، والله لا يجد ولا مبرر واحد، من عسكري، من وزير، من إمام مسجد، راعي كنيسة، تاجر، طلاب، شباب، مزارعين، مجارمة، مجرمين يعني، محترفين الإجرام،
يعني ما تلاقي ولا مبرر واحد انه هددوا هذا الفرعون وهذا الطاغية وهذا الحكم وهذا الكرسي، ولذلك هو دفاعا عن ذلك، ولا مبرر واحد. طيب ايش اللي هنا؟ بس هي سادية وكراهية وحقد لهذا الشعب ليس إلا. وكل من يقول غير ذلك والله هو كاذب أفاك أثيم وسفيه في نفس الوقت، بمعنى كلمة سفيه يعني. لذلك معالي الوزير البطل برهاني أبرهي كيداني فارق الحياة في عمر 81 عام، هو من مواليد كما ذكر ابنه 1945 79 عفوا، عمره 79 سنة، وكان يعاني ما يعاني من أمراض النضال والثورة، حيث قضى ردحا من العمر في الميدان يعني. ففقد كبير حقيقة، ولكن يعني فقد مشرف والله حقيقة. أنا لا آتي هنا لأذرف دموع ولا أقول والله فقدنا وكذا، لا، مثل هذا الرحيل والله رحيل مشرف. وهو الحياة هي شنو يعني؟ زي ما قال الشاعر: لعمرك لا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر وتضريب أعناق الملوك، وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجرو. يعني الرحيل المشرف هو أن تترك، يعني أن ترحل وأنت واقف شامخ. هذا الرجل البطل قال وهو في عقر داره، عقر دار الفرعون والطاغية وزمرته، قال كلمة والله ما قال إلا المؤمنون لفرعون، السحرة وغيره وغيره يعني. وقف وقال: أنا الوزير برهاني أبرهي كيداني أوجه رسالتي لفئتين، للطاغية سياسة فورقي، وقال السيد سياسة فورقي، ورسالة إلى الشعب الإريتري. أول ما ذكر وسجل هذه، ليس تسجيلا، ليس خطا، صوت، ونشره هو في الداخل، وكتابه كتب هو في الداخل ونشره، كتابه المعروف بهاجري إريترا. هذه الصورة منه هنا زي ما تشوف، يعني وطني إريتريا أو إريتريا وطني. فرسالته إلى الشعب في البداية بيقول: لا بد من تغيير الأوضاع المزرية التي تعيشها إريتريا، والحق المكفول لمن هو مطلوب له أن يقوم بهذا التغيير هو الشعب الإريتري لا غيري. دعا الشعب إلى الصمود ومواصلة المواجهة حتى تحقيق طموحات الكرامة والحرية والديمقراطية. هذا ملخص رسالته إلى الشعب، قال الكلام ده 2018. ثم قال للفرعون الحاكم بأمره، قال له، يعني أداه مجموعة قرارات وهي ثلاثة. أولا دعاه بأن يدعو الطاغية إسياس أعضاء المجلس الوطني الإريتري فورا. نعم هنالك من غيب ومات، وهنالك من هو خارج، وهنالك من هو في الداخل واقف ومجمد. فطلب منه أن يدعو الأعضاء المتبقيين اجتماع طارئ وفوري. وأجندة هذا الاجتماع هو مناقشة قضايا هامة. ودعاه كذلك مجددا إلى الدعوة الصريحة دون تسويف ومماطلة، حيث لا يوجد ولا مبرر واحد يدعو إلى المماطلة والتسويف وما إلى ذلك.
السيناريو الذي من خلاله يعني يضحك هذا الطاغية على الشعب. ثانيا، طالبه بأن يوقف كل التفاهمات والمعاهدات والاتفاقيات التي تقوم بها حكومة سياس مع دول الجوار والعالم الخارجي كله، وقال لا بد من إيقاف هذه العربدة السياسية لأنها تمثل مهددا خطيرا لمستقبل إريتريا وشعبها، وطالب بضرورة الاحترام والتقدير الذي للمجلس الوطني، ذلك الاحترام الذي يليق به، ومن تبقى من أعضاء المجلس عليهم أن يكونوا أحرار. لذلك طالبه بتقديم الاعتذار كمان لأعضاء المجلس والاحترام الذي ينبغي أن يجدوه من حكومة هي التي، أو من المجلس هو الذي أقر وأعطى صلاحية للرئيس أن يحكم فترة واحدة. عشان كده نحن بنقول من سنة 95 هذا الرئيس غير شرعي. نمرة ثلاثة، برضو دعاه لإجراء مناظرة. شوف البطولة بتاعت هذا الرجل البطل، ولذلك أنا أسميه الوزير البطل. قد يكون هو الوزير البطل الوحيد حتى تاريخه، وزير قال بملء فيه وبصوته وهو داخل البلد. وهو طبعا قدم استقالته من عام 2013 2018، وظل 5 سنوات يكتب كتابين تقريبا. أهم الكتاب هو هذا الكتاب، إريتريا وطني أو وطني إريتريا. فدعاه إلى مناظرة، قال له أنا لا، تعال. يعني طالب بمناظرة. طبعا هذا السقف عند الشعب الإريتري هو سقف خيالي. يعني نحن بنشوف المناظرة بين كل والشعوب، بين كل الشعوب، يعني شعوب الدنيا كثيرة، الرؤساء الأحزاب المتنافسة يعملوا مناظرات وكده بتاع. عند الشعب الإريتري مفهوم المناظرة ذاته، يعني هذا الرجل متقدم، كيف لا يكون متقدم وهو في السبعينات بيحمل ماجستير في المال والأعمال يعني من أمريكا. يعني فطالبه بمناظرة، مكاشفة تبث وتنقل للشعب مباشرة يعني. وقال له أتمنى أن تستجيب لهذا التحدي، يعني هو شكل من أشكال التحدي السياسي. وموضوع المناظرة أنا أقترح، قال معالي الوزير البطل الراحل، المستجدات والأحداث التي شهدتها إريتريا خلال فترة حكم 91، من 91 وحتى ذلك التاريخ، وكذلك مناقشة مستقبل إريتريا السياسي والاقتصادي والثقافي. هذا ما أقترحه لك أيها الفرعون. قال له، والفرعون شاهد يعني، وهامان ومجموعات كلها موجودة، وقال له أنا برضو على استعداد لأستمع إلى مقترحك. موضوع المناظرة والمكاشفة والمواجهة. فأنا قال على الرحب والسعة مناقشة كل القضايا التي تود أن تطرحها. وذكره بأن على السياسة الطاغية معرفة أن المجلس الوطني وفي اجتماعاته، أو في اجتماعه الأول بعد دعوتك له باعتباره هو رئيس المجلس، قال له سيصدر 3 قرارات. والله يا أخي ده رجل والله رحل شريفا معززا مكرما، ودي ذات الميتة ما فيها خراب ديار، والميتة فيها معزة. عمره 79 سنة، 80 خلينا نقول، وبعد 80 العمر شنو ذات ولا شيء، يعني مجرد أيام. يعني قال له هذا المجلس الذي ستدعوه أنت، أو عليك أن تدعوه فورا دون تسويف ومماطلة، سيتخذ القرارات والتوصيات التالية: رقم 1، عزل وإغالة الرئيس من منصبه طوال سحب الثقة منه تماما، إغالته وعزله، واختيار رئيس منتخب من قبل المجلس ورئيس جديد كذلك للمجلس الوطني.
بالله في شرف ومعزة أكثر من كده للرحيل يعني. فقال له المجلس اللي حتدعوه أول قرار له إنه هيعزلك من رئاستك وسيعين رئيس جديد ومجلس جديد ورئيس مجلس جديد، وسيصدر المجلس كذلك قرار بجدولة زمنية لعقد اجتماعات المجلس الوطني الإريتري، وليس تسويف يعني اجتماع الأول كذا يوم كذا اجتماع الثاني كذا وبتاع، واضحة يعني. سواء كان بعدين تقوم حرب إقليمية مفتعلة هنا أو دفاعا عن عدو متوهم أو عدو موجود أصلا. وأنا أقول دائما إثيوبيا بكلياتها بأقاليم كل مرة يعني تتشكل بشكل أو آخر، إثيوبيا إلى يوم الدين ستظل هي المهدد لأمن وسلام الاستقرار في إريتريا. أنا لا أبتسر هنا في مجموعات إثيوبيا كلها، العقلية الإثيوبية دي يعني في ذهنيته وفي قرارة نفسها إنه إريتريا دي جزء لا يتجزأ منه. كل العقلية الإثيوبية هكذا، قد تختلف الألوان والبروز والبتاع وكده وما بعرف شنو وما سلام ومحبة لكن في العقلية الإثيوبية المعروفة منذ التاريخ إلى يوم الدين إنه إريتريا دي لا جزء لا يتجزأ منه، بالتالي المهدد موجود. ولذلك أي طاغية يعني يمكن يقول لك يا أخي المهدد موجود كده، ويذكي ذلك الفتيل يعني والمهدد. لكن هذا لا يمنع انه الدستور والقرارات والحكومه المنتخبه وما الى ذلك، الديمقراطيه دي كده تخليها خشن بيوت يعني. لكن معقول بالله ما يكون في الدستور في بلد 34 سنه نحكم بقانون الغاب؟ نحن عشان ما في دستور، عشان ما في قانون طلعنا، ما طلعنا لحاجه ثانيه. اي قرد ممكن يوقفك، اي مسؤول اي قرد يعني، خلينا انا اقول يقول لك دقيقه عايزينك، لا تقدر تساله انت مين وين امر القبض، لا محكمه لا يا اخي تعال دايرينك انت منو، هتتكلم وتمشي وتغيب ورا الشمس. ده يعني دي وين فيها تعصر يعني. دكتاتورين موجودين بيعملوا الحاجات دي، لكن قد يكون لهم مبرر. والله إلا هذا الفرعون ما في، وأنا أتحدى والله، أعمل مستعد إنه أدخل في مناظرة زي ما قال معالي الوزير، مستعد واحد بس يطلع معانا ويقول كان المهدد يعني مبرر واحد. يا أخي مبرر واحد بس جيبوا لي، أتحدى والله في أي إنسان سياسي تجادلاي مناضل مدني أكاديمي تكنوقراط رأس ما أيا كان عالم جاهل، بس يجي يدخل معانا مناظرة يقدم لنا مبرر واحد إنه الفرعون ده يضيعنا مثلا، يمارس هذه القسوة وهذه الوحشية وهذه يعني جهنم الموت يعني. مبرر واحد بس، واحد إنه في زول حرك الكرسي حقه كده او جاي عليه او، والله ولا مبرر واحد. والا شنو ثم والا وايش يعني غير المبرر او ما فيش مهدد شنو؟ بس كراهية وحق انه هذا الشعب ده لازم ادوسه بس. فمعالي الوزير يقول له انه المجلس عندما تعقده وتناديه وتدعوه الى اجتماع طارئ سيعزلك ويختار الرئيس وحيجدول اجتماعات المجلس. 3 اتخاذ القرارات والتوصيات الهامة التي تهم الشعب الإريتري ودولته ونظامه السياسي، وسيصدر المجلس قرارات وتوصيات هامة تعني الشعب الإريتري ودولته ومستقبله السياسي. ويذكر أنه عليك المسؤولية الكاملة لعقد الاجتماع، و علما بأن عددا من أعضاء المجلس جزء منهم مسجون بيقول له مرة ثانية وجزء منهم قد رحل وهكذا. ثم يتحدث إلى الشعب ثاني، يقول الشعب الإريتري يعني التحركات الوطنية هنا وهناك هو هكذا يتخيلها، لكن مع الأسف الشديد
يعني أحيانا الواحد ما داري يقول إنه أرى جعجعة ولا أرى طحينة، ولكن والله حالنا هو أقرب إلى ذلك. يعني عليك أن تواصل، قال، نضالك وحركتك للشعب، يعني داخل والخارج، لانتشال إريتريا من وضعها المزري، ويقول له ستنتصر في النهاية، ويقول الويل والثبور لكل القوى التي تحاول إيقاف عملية التغيير. شوف التحدي الجميل ده كيف، والله يشبه الرجال بأمانة. إذ إن الشباب الإريتري لأولئك الذين سيعيقون آلية التغيير، الشباب الإريتري لهم بالمرصاد، سيما النظام وأعوانه. ويقول حتما ستتحطم كل أساليبهم أمام إرادة الشباب الإريتري الوطني. وأخيرا يقول الشعب الإريتري هو صاحب الحق الوحيد في كل ما يتعلق بالوطن، وليس إسياس ومنظومته. وختمها بتوقيعه. بالله شفت ليكم بطولة ورجولة ذاته زي مثل هذه الرجولة، وهو من صلب المجموعة وفي أعلى قمة وزارية، حيث الحياة شنو اقتصاد يعني ومال، لأنه شاف المال ده ماشي كيف، بيشة ماشية وإيه، والمصانع الخصخصة تمت كيف، والممتلكات مشت كيف، والإحياء الضريبي مشى كيف، وقانون الاستثمار مشى كيف، شافه كده ملخبط يعني. فعكف في بيته ودخل كهفه. 2013 قدم استغاثة. وسيرته الذاتية كما رواها ابن إفريم يماني، يعني مولود هو 1945، درس الابتدائي والوسطى في إريتريا، الثانوي والجامعة في أديس أبابا، ثم الدراسات العليا في أمريكا. 63 التحق بالجبهة الإريترية، جبهة التحرير في إثيوبيا. سنة 70 هو أحد مؤسسي حركة الإريتريين للحرية في شمال أمريكا ومنطقة أخرى. من 73 إلى 74، في تلك الفترة من 73 74 التحق بالميدان. من 75 التحق بالميدان مقاتل، من 75، واستمر حتى في العمل المالي بعد 91 في وزارة الاقتصاد والمالية، ثم رئيس لقسم السياسات الاقتصادية بمكتب الرئيس، ثم وزيرا للمالية. واعتراضه كان واضح جدا، إنه على عدم وجود دستور يحكم حركة الدولة ويراقبه، وكذلك لعدم وجود شفافية، والأمور كلها على أهواء رجل واحد. 2013 رمى استقالته من العمل في وجه الحكومة وتفرغ للتأليف والكتابة، وقال كلمته وطلع كتابه وفضح فيها كل البلاوي. فالنظام يعني يعني مثلا لو بالمهددات نستطيع أن نقول إنه طبعا ده هسي، في واحد ممكن يقول ألا يعني تهديد هذا؟ يعني يقول له أدعو المجلس والمجلس سيتخذ قرارات عزلك وتعيين رئيس للمجلس، وسيتخذ قرارات، وقد يحاكم، قد يحاكم الرئيس يعني، وهكذا. فيقول لك أليس هذا مهدد، إنه الرئيس ده يعمل يعني يتخذ يحمي نفسه حاشيته وجماعته وزبانيته؟ إذا كان هذا مبرر، من أين له ذاته هو الرئيس؟ بأي حق هو قاعد يعني بعد 95، والمجلس هو الذي انتخبه لفترة رئاسية واحدة عمرها 4 5 سنين فقط يعني. فهل هذا مبرر؟ وبأي شرعية هو يحكم غير شرعية الثورة، إنه هو انتصر ودخل وما إلى ذلك؟ والكلام ده بالمناسبة لما نقول عزيزي المشاهد، نحن لا ننتقص من الجبهة الشعبية ذلك المقاتل الذي حقق حلم الشعب الإريتري، كل التجلة والتقدير والمعزة والاحترام والسؤدد والمجد لأولئك الشهداء من فترة الشهيد عبد القادر الكبيرة حتى 91، جبهة التحرير، الجبهة الشعبية،
التنظيمات المتفرعة وشهداء الفرق الموسيقية كلها، من ماتدي وممهال وماتأة فينوس وروكيت والفرق الفنية عشاق الوطن، شفت، وكل الخلايا السرية والشهداء والفدائيين والأمهات، سواء كان في، يعني الناس بتركز دائما أمهات إيطاليا، والله الشرق الأوسط ده الناس عملوا فيه، والأمهات يعني حاجة معجزات، يعني على كل في كسل اللي أمهات الكانن بيمشن جرح الحرب في المستشفيات، نحن شفنا يعني أمهاتنا وأخواتنا كان بيمشن كل أسبوع بل كل يومين ثلاثة بيمشوا عشان يعني يقضوا أي ساعات في غسيل ملابس الجرحى في المستشفيات وفي إطعامهم وفي تنظيف المكان، وهكذا على امتداد الشرق الأوسط كله يعني، وتحديدا في السودان وفي إثيوبيا كذلك، يعني في فترة من الفترات، وكل التجلي والتقدير للأمهات في إيطاليا وأوروبا وأمريكا، كل هؤلاء لهم، والذين حبلوا السلاح والذين حملوا الأقلام والذين حملوا المال وأعطوا، ما يعني مين ما دعم الثورة يعني، وشهداء كل البربريات والمجازر التي ارتكبتها إثيوبيا بحقدها وجبروتها واستعمارها الأسود، لكل أولئك التجلى والرحمة والمغفرة يعني. لكن بعد 91 ما نلوك التاريخ، بعد 91 المفروض كان إريتريا تنتقل إلى دولة المؤسسات ودولة القانون حتى يستقيم أمرها يعني، وأمر الجماعة لا تشقى البلاد به، ورأي الفرد يشقيها ويبليها، فرد واحد يتحكم، كل الموجودين حولهم صور وديناصورات وتحركها أيادي هذا الطاغية وهذا الفرعون، دولة الفرد في الدنيا الموجودة هي دولة إريتريا. ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا لهما من صداقته بد، من نكد الدنيا إن هذه الدولة ما فيها ولا يعني نسبة 1% من دولة العصر والمؤسسية، والله أنا أكثر من يكفر بالديمقراطية الغربية، هذه الديمقراطية الغربية هي ديمقراطية كذابة ومزورة، لكن نحن عندنا ديمقراطية تشبهنا، ولذلك يعني نحن عندنا ديمقراطية، وهذه الديمقراطية نحن كنا نطالب بها من أعرافنا وقيمنا الدينية والمجتمعية والثورية والنضالية، كان ينبغي أن نسير إلى بر الأمان بأقل خسارة، ولا خسارة واحدة، وهذا الرجل كان منظومته وفكرته كان حيحكمه، بس قلنا ليه أحكمنا بالدستور، أحكمنا بالانتخاب، أحكمنا مش بالديمقراطية، أحكمنا بالرضا إنه الشعب ده عايزك يعني، والشعب ده كان حيديهم، لكنه ركب الغواية فكثر المخالفين له، واستمرت العملية 34 سنة، يا أخي 34 سنة كيف ما يكون عندك ناس ما راضين عن حكمك؟ 33 سنة نكون منصفين، يا أخي 33 سنة لو أنت ذاته يعني مرسل من عند الله يعني، يا أخي عندك أخطاء، لكن لا يأتيك الباطل يعني كده بتاع ما بتنش، ولذلك هذا البطل الشهيد أنا يعني أسميه الوزير البطل، ويدخل ضمن تلك المجموعة القلة القليلة يعني الذين قالوا إيمانا بقناعتهم لوحدهم وليس احتماء بأجندات وشلة، ما هو الموت مع الجماعة عرس يعني، لكن هؤلاء ماتوا شهداء وأبطال لوحدهم، قالوا لا، الثلاثة وأكرر أسمائهم تاني، بتودد أبرهة قال مباشرة، الشهيد الحاج موسى محمد نور قالها مباشرة، والشهيد البطل الوزير برهان أبرهة كداني قالها صراحة، رحل الشهيدان بشموخ وعزة، ولا يزال ثالثهما غائبا، إن رحل هو أيضا رحل شامخ، دعا أهله وبثت المسألة ويعرف كل الشعب الإريتري، لا تخافون من أحد، خافوا الله وخافوا القانون بس، أما الباقي شنو؟ وقال أنا ما بخاف من هذا الرجل، ولذلك أنا أقول إنه مثل هذا الرحيل هو رحيل
مشرف، صحيح الفرقة كبيرة وآله وذويه، طبعا يرحل منك أحد أفرادك خسارة، خسارة والله. رجل متعلم ومثقف، ابنه كان يحكي إنه وصايا والده كان إيش يعني، رجل كان مؤهل والله، مؤهل يقود البلد، فانزوى وأخيرا غاب إلى المصير الذي ناضل من أجله سنين. يعني أمريكا ترك في السبعينات، والمعلومات تقول إنه حتى داخل إثيوبيا كان يمكن أن يصبح وزير. يعني كل ذلك رفض ومشى. أخيرا أقول لأولئك المطبلين الذين والله لو استحوا وسكتوا يكون أحسن، عقول يا أخي وزير يموت فيها، وزير ومناضل ورجل أكاديمي، بس لأنه قال كلمة حق قالوا لم أدفنوا جثمانكم، ده زي ما كما قالوا أدفنوا جثمان طه محمد نور، الدكتور طه محمد نور، ووري الجثمان وكأنه رجل غريب جاي يعني على سفر كده، توفي في هذه المدينة ومات، لا سيرة ولا أي حاجة. نفس الشيء بالنسبة للوزير، أنا ما عندي معلومة دفن وين يعني، لكن قالوا لهم شيلوه وأدفنوه ما تتكلموا زاد. فأقول لأولئك الذين يعني يقولون إن إريتريا في أمن وأمان فقط لأنه في واحد بتاعت سباق الدراجات وبتاعات وخلاص، يعني الشعب الإريتري كأنه كل الشعب الإريتري ده، ونحن عملنا برنامج عن بنيام قرماي وهنيناه وعملنا، لكن ليس هذا هو خلاص المبتغى واللي هناك. وفعلا والله على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكرم، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. بالله واحد يبتسر العملية كلها في سباق ماراثون بتاعت هنا، يقول لك إريتريا في أمن وخلاص ونحن وبتاع، بالله يا أخي الشعب الإريتري ده كله لو كان بس راكب الدراجات وماشي وكده بتاع، يعني نحن يا أخي البرازيل دي ما بتقول إنه كرة القدم هي بس أمنيتنا وخلاص، وتاني باقي في الجحيم. فلأولئك أقول مثل هذا الرحيل المر المشرف، بالله ألا يحرك فيكم شيئا أيها المنافقون والمدلسون والسماسرة والمتبرعون بالعمل الإعلامي بالمجان؟ والله لا يرضى عنكم الفرعون وحاشيته مهما عملته. فأنا أقول قولوا ولو كلمة حق في هذا الرحيل المشرف وهذا الرحيل المخجل بالنسبة للمجموعة الحاكمة وأعوانه، فقولوا لنا بأي ذنب قتلت هذه الروح الشجاعة القوية البطلة، وبأي حق وبأي مشيئة قتل الآلاف وغيب الآلاف وسجن الآلاف وشرد الآلاف وحصادنا كله أرقامها عدم. ولذلك أنا أقول يعني فلتحيي روحك أيها الوزير، الضمائر خلاص يعني أكلت وشبعت وتخمت كذبا ونفاقا ورياء وفحشا وسفها. نعزي مرة أخرى إريتريا، ونعزي الشهداء الذين رحلوا، وأمانة منا أعزي أسرة الوزير الصغيرة. أما الشعب الإريتري الذي يستمع إلينا ويشاهدنا فداء مننا، فلا أملك ولا حرفا واحدا أعزي به، لأننا يعني جديرون بهذا الهوان، وجديرون بأن نساق كما تساق الدواب والأنعام. شكرا لكم أيها الإخوة المشاهدون، التحية لأولئك الأبطال والصامدين، والمجد والخلود للشهداء. تحياتي، محدثكم أحمد الشريف من RPM، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عنان عدم نبحل نقدم نقدم هيا بلو نقدم ناب ناب إري بي إم ناتنا ناتنا كابانا كابانا بانا بانا نابانا نابانا إري بي إم